يسعد مساكم. بداية أنا بدي أرسم أي رسمة، أول خطوة لازم أعملها إنه الورقة أو الموضوع لازم يكون بالطول ولا بالعرض. هالشي كيف ممكن أعرفه؟ بجي على الصورة الأساسية الرسمة، بحاول أطرها. أنا مثلا هنا عندي كوب، وعندي التفاحة، فأنا إذا قطرتها يعني بيعمل كأني عملت خط وهمي أو إطار. طبعا هلا هون بالنسبة لرسمي مثل ما شايفين، راح أحاول غمق. إذا عندي هون الكوب، هون التفاحة، في عندي هون الظل، هاي هون الطبيعة مثلا، الخلفية الأرضية. أنا بجي على الموضوع الأساسي، هذا الموضوع هون من عند الظل، كوب آخر الكوب آخر الظل. الشكل كيف؟ شو شكله معي؟ شكله مستطيل وبشكل أفقي، يعني ورقة العمل لازم تكون بشكل أفقي مثل الورقة اللي حاططها أنا هلا هون، ما بالطول. لهالسبب هاي ورقة العمل. التمارين رح نشتغل على ورق A4، ورق طباعة عادي. ثبت الورقة، العمل لازم يكون الفراغ الأكثر هو من أعلى. أول خطوة حاول أرسم الأشكال بشكل أشكال هندسية مبسطة، ومثل ما قلنا بخط خفيف، دائما بخط خفيف، كل شغلنا لازم يكون بخط خفيف. طبعا أنا هون راح أقارن هاي التفاحة، شو قد المسافة اللي بتبقى، حجم التفاحة بالعرض بالنسبة لحجم الكوب شد بتعادل، يعني تقريبا اذا لاحظنا هون بيبقى عنا هاي المسافة الصغيرة، يعني هون اذا اعتبرنا هون التفاحة هاي هون الكوب، تمام، يعني الكوب لهون هاي بداية التفاحة وهون نهاية التفاحة. مثل ما شايفين انا محط بس كتل الاساسية هلأ، يعني ما راح اقعد فوت بالتفاصيل. هذا الشي لازم نطبقه باي شيء باي رسمة شو ما كان الموضوع، حتى بالبورتري حاول نحط الكتلة وبعدين ندخل بالتفاصيل. كمان هون انا راح اقارن طول التفاحة بالنسبة لطول الكوب بالنسبة للفراغ الموجود هون. هذا الشيء لازم العين كله تكون عم تتابعه. تمارين الطبيعة الصامتة هي من التمارين الأساسية اللي راح تفيدنا لقدام، حتى برسم البورتري لازم بداية نتدرب على الطبيعة الصامتة. طيب بكون خلصت الشكل كخطوط. هلا رح نبدأ تظليل. مثل ما شايفين برسمي الأرضية رح تكون أفتح شيء، بعد الكوب رح يكون أغمق، التفاحة رح تكون أغمق الكل.
التصدير بيكون على مراحل وخطوات بشكل طبقات خفيفة فوق بعضها. هلا عم تم الكوب راح يكون أغمق طبعا حسب الصورة. أثناء التصدير دون عم تطلع على الصورة، هاي أول طبقة خفيفة ممكن تظلل فيها التكوين كله، الكوب مع التفاحة بشكل خفيف. طبعا اللمعات الموجودة على التفاحة ممكن أن أتركها فاتحة أو بيضة على بياض الورقة. طبعا هلا راح أبدأ بزيادة الطبقات لزيادة الظل مثل ما شايفين، طبعا بيكون بدون ضغط. مثل ما شايفين طبقات طبقات، بعيد بكرر الغمق. هون الحرف غامق، هون في انعكاس تفاحة على الكوب راح تكون بشكل فاتح او افتح من الدرجة اللي حولها. طبعا مثل ما شايفين منطقة الظل راح تكون غامقة، ونفتح باتجاه الضوء اللي جاي من جهة اليسار. بحاول اشتغل على الخفيف وشوي شوي لأوصل للدرجة المطلوبة. مثل ما شايفين هلا لما يكون في درجة غامقة بحاول الأشياء مع درجات اللي أفتح منها بحيث يكون التظليل متدرج. لو في ظل التفاحة على الكوب يكون شوي أغمق، الظل بالقاعدة قاعدة الكوب راح يكون أغمق. مثل ما شايفين عم غمقه، وبعدها برجع بدرجه ليتماشى مع الدرجات الموجودة. هيك تقريبا الكوب ممكن يكون انتهى. رجع التفاحة بيبدأ بالعرق الموجود فيها، تقريبا هي هون المنطقة المحيطة فيه هي الأغمق. لاحظوا حركة الألم تكون بشكل منحنيات حسب شكل التفاحة وانحناءاتها. هاي المنطقة المحيطة بالعرق أو منطقة الكوب ممكن أغمق شوي. راح أشتغل مسكة الكوب، لازم ننتبه إلى إنه في درجات غامقة وفي درجات فاتحة، لأن احنا عم نشوف مسكة الكوب من على جنب ومن الداخل إضافة للسطح من فوق شوي، فلازم ننتبه على هالشي. في
في درجة غامقة وفي لمعة فاتحة وفي درجة بيناتهم. طبعا هلا راح اغمق الخلفية لحتى يظهر البياض الموجود بالكوب مثل ما شايفين. تقريبا لا تحددت المسكة. الخلفية أغماء. رغم ما كله تقريبا. أبدأ هلا بتظليل التفاحة. مثل ما شايفين حركة القلم تكون شوي منحنيات. طبعا ممكن أول طبقة أشتغل بتظليل عادي مكان اللمعة راح اتركها فاتحة. عم ظلل طبعا بغمق على الخفيف شوي شوي بزيد طبقة طبقة. هون التفاحة لازم تكون لتحت اكتر لانها هي امام الكوب. يعني هذا الجزء الغامق هو جزء من التفاحة ما تظل. تقريبا هاي المنطقة راح تكون أغمق. ما من جزء التفاح راح يكون أغمق. هو أضيف طبقات ظل مثل ما شايفين. التغميق بيكون عن طريق إضافة طبقات يعني على مراحل بشكل خفيف. هالشي بيخلينا نكون متحكمين بالعمل أكتر وبيعطي واقعية أكتر للرسمي. هون المنطقة الغامقة راح أحاول درجها هلا. هون راح أضيف طبقات أغمق. لما ما شايفين اللمعة اللي بالتفاحة بدأت تظهر أكتر. حتى التفاحة إذا انتبهنا درجتها صارت أغمق شوي من الكوب. هاي المنطقة الأغمق بالتفاحة راح أرجع أغمقها وأضيف طبقات تانية.
ظل الكوب على الأرض يكون شوي أغمق، أو مكان التقاء الكوب بالأرضية غامق. أبدأ بالظلال. الظل راح يكون عند التقاء العنصر بالأرض غامق وبيتلاشى كل ما بعدنا عن العنصر، إضافة إنه من الأطراف راح يكون متلاشى، ما بيكون محدد بشكل واضح. غمق الظل بشكل خفيف نفس طريقة التظليل، طبقة طبقة نوصل لدرجة اللي أنا بدي إياها. مثل ما شايفين الظل غامق عند التقاء العنصر بالأرض، كل ما بعدنا عن العنصر بصير الظل يتلاشى ويخف كغماء. هلا بغمقه شوي شوي. هيك تقريبا الظل صار تمام. هلا ممكن اشتغل على الخلفية، تقريبا التكوين صار معي واضح وجاهز. بدي اشتغل على الخلفية هلا، راح اترككم مع الفيديو تتابعوه. بتمنى تكتبونا بالتعليقات اذا استفدتوا من الفيديو، واذا في اي ملاحظات او طلبات بدكم اياها بخصوص الرسم نحاول نعملها بفيديوهات جديدة. اذا عجبكم الفيديو بتمنى ان تشاركوه مع اصدقائكم أو بالجروبات اللي انتو فيها لتعمل فائدة. أكيد في أشخاص لسه عم يدوروا وحابين يتعلموا الرسم. ولا تنسوا بانتظار تعليقاتكم طلباتكم. اللي عم يتابعنا من أول مرة نتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلوا أي فيديو جديد. التوفيق للجميع.